ولسه مكملين معاكم فقراتنا من مهارات عظيمه. بعد اجراء عمليات جراحات السمنه دايما يعني كتير جدا بنفقد من المعادن والفيتامينز المهمه في جسمنا. فطبعا كتير يعني بنميل ان احنا ناخد فيتامينز كتيره جدا علشان احنا عايزين نعوض اللي حصل معانا طبعا. وبنبقى خايفين كمان ان احنا نسيب نفسنا. طيب خلينا نقول انه ايه الجرعه المطلوبه لينا في الفيتامينز دي، ولو كانت اكتر طب ايه المطلوب مننا نعمله بعد العمليات الجراحيه الخاصه بعمليات السمنه؟ هل احنا فعلا بنبقى محتاجين لمكملات غذائيه بعد اجراء الجراحات السمنه؟ ده اللي هنشوفه النهارده وهنعرفه مع دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. اهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي عظيمه، منوراني النهارده حبيبه قلبي، تسلمي لي. طبعا موضوع مهم، فكره انه ناس كتير بتلجا لعمليات الجراحيه علشان يعني لاجراء حاجات خاصه بموضوع السمنه لما بيزيد عندهم. يا ترى بعد العمليات دي بيتعاملوا مع الموضوع ازاي؟ ده المهم في الموضوع، لانه طبعا كتير مننا اكيد وقت الدايت بنفقد فيتامينز. بعد العمليات الجراحيه انا اول مره يعني ناخد الموضوع ده ونبدا نتناقش فيه سوا. طبعا قولي لي بقى، لا قولي لي المفروض نعمل ايه؟ عظيمه السمنه خطر جدا. انا مش بتكلم على ان لو واحده تخنت او حد تخن ان المود بتاعه يبقى وحش. بنت اول ما بتتخن ما بتبقاش بتعرف تلبس، مش دي قصتي خالص. مش دي قصتي، انا الصحه عندي اهم من موضوع ان انا ايه ده انا مش عارفه ايه البس والكلام ده. الصحه السمنه خطر جدا على الصحه. خطر جدا، فناس كتير بتلجا لدايت، اللي ما بيقدروش على الدايت بيلجاوا لعمليات الجراحيه زي التكميم وزي تحويل المسار، وعندنا دكاتره عباقره في القصه دي الحقيقه، علماء في الطب الجراحي. بس بعد ما بيلجأوا للعمليات دي بيفقدوا جدا العناصر الغذائيه، لان انت لما بتقصي المعده الانبوت بتاع الاكل والعناصر المفيده بتقل قوي، وممكن حمض المعده يتاثر، ولو عملنا تحويل مسار برضو بنفقد فيتامينات ومعادن. فاكيد محتاجين الناس دي يوميا انبوت من المكملات الغذائيه، مهم جدا عشان يعوضوا فقد الفيتامينات، لان ناس كتير مش عارفه ان الفيتامينات والمعادن اساس الصحه العامه. فيتامينات ومعادن يعني هدعم الصحه النفسيه، هدعم المناعه، انتي اوكسيدنتس، هدعم عمليه التمثيل الغذائي، هدعم صحه بشرتي وشعري. البنات والستات اللي بيلجأوا للعمليات دي بيخسوا، وبتلاقي ايه شعرها بدا يقع. لو هي المفروض تاخد الفيتامينز دي بعد قد ايه من اجراء الجراحه؟ لا، اون ذا سبوت على طول على طول. على طول لازم نبتدي ناخد الفيتامينز. برشح جدا اي ال بي مالتي فيت الحقيقه، البو مالتي فيت، لان البو مالتي فيت فيه مميزات قويه جدا مش موجوده في المكملات الغذائيه الموجوده. زي ايه؟ طبعا الصوره اللي انا شايفاها دي صوره الف مالتي فيت. يا ريت الناس الجميله اللي بتتفرج علينا ستات ورجاله، ومش بس للعمليات السمنه، لاي حد فينا. يعني احنا بدات يا عظيمه بقصه عمليات السمنه، لكن انا بقول مش بس دول، كل الناس تبتدي تاخد الفا مالتي فيت، لان الفا مالتي فيت فيه 13 عنصر من فيتامين ومعدن مهمين جدا للمناعه وللاكسده وللتمثيل الغذائي ولدعم صحه البشره والشعر والضوافر، ومهم جدا للستات والرجاله. طبعا كل الفيتامينات بتركيزها مكتوب بتاعت الب مالتي فيت مكتوبه على الشاشه. احنا بدانا الاول بالزنك، الزنك معدن مهم جدا لكل العمليات الحيويه في الجسم وكل الخلايا اللي بتتجدد في الجسم. ايه الخلايا بتتجدد؟ الدم بيتجدد، كرات الدم الحمراء بتتجدد كل 3 شهور، كرات الدم البيضاء ايام، الشعر بيتجدد، الضوافر بتتجدد، مهم جدا للرجال لدعم الخصوبه كمان، مهم للمناعه، دي حاجه. تاني حاجه طبعا انا شايفه دلوقتي برضو على الشاشه المميزات بتاعت هذا المنتج الرائع الب مالتي فيت. هقول قبل المميزات ان بطمن الناس كلها انه مرخص من هيئه سلامه الغذاء، وبطمن الناس مكتوب قدامنا متوفر بالصيدليات. اوكي، فدي حاجه عظيمه، امنه، حاجه أمنة. يعني تريح جميع الاطراف. طبعا الاعلى بقى في تركيز الزنك، يقوي المناعه لفيتامين سي، والزنك غني بمجموعه فيتامين ب الكامله، وده اللي بيميز اي ال بي مالتي فيت، انه في كل العائله بتاعه فيتامين ب، يعمل كمضاد اكسده، يحتوي على مزيج الزنك والنحاس. الزنك مش هيشتغل من غير نحاس. النحاس انتي ايجنج، مضاد للشيخوخه من الدرجه الاولى، يجمع بين الزنك والبيوتين والنياسين، نياسين برضو من عائله فيتامين ب، والنحاس لدعم
الشعر والضوافر والبشر. ده اللي بيميز يعني احنا نقول حتى ما بعد العمليات الجراحيه يستمروا عليه، ما فيش اي مشكله خالص انهم يقعدوا ياخدوا الفيتامين. طبعا طبعا بنقول الناس اللي مهمه عندها الفيتامينز، الناس اللي بتعمل طبعا العمليات دي، والناس كبار السن مهم جدا، الستات، كل الفئات العمريه بمراحل مختلفه، كل مرحله ليها فيتامين مهم. الرجال مهم جدا، رجل كل يوم بينزل عايز يدعم نشاطه، عنده مهام في اليوم أكيد. فلازم يدعم نشاطه ويدعم الطاقه بتاعته بفيتامين ب. عندي كمان الكالسيوم اللي بيدعم لي تكوين خلايا العظام، لان انا بعد فتره من العمر بيبقى العظم هدم وبناء، هدمه من واحنا صغيرين، بيجي في وقت بيبقى هدم ما فيش بناء، فلازم اخد كالسيوم بسرعه من بره يعني أوكي. عشان ادعم خلايا العظام. حاجه تدعم طبعا طبعا طبعا. يعني قول لنا بقى، طب انا هتكلم على ان اعتبار ان مفيش حد شاف فقراتنا قبل كده وان لسه في ناس منضمين لينا ما يعرفوش حاجه عن الفا مالتي فيت، فقول لنا انا دلوقتي لما هدخل الصيدليه وهختاره، ايه اللي هيميزه لي هو تحديدا عن اي منتج تاني موجود؟ هيميز لي الفا مالتي فيت الاعلى في تركيز الزنك. اوكي. 20 اولموست 24 ملي جرام. اللي يميز لي الفا مالتي فيت انه ملم بعائله فيتامين ب الكامله كلها. صعب قوي قوي تلاقي الكوبالامين مع الرايبوفلافين مع البيوتين، دي المميزات اهي. كمان انه عائله فيتامين ب الفوليك اسيد، وكمان عندي الكابر. اللي بيميز لي في الفا مالتي فيت انه فيه الفيتامينات اللي تقدر تقوي لي مناعتي. انا محتاجه اقوي مناعتي مش بس الفيروس المنتشر، لكل حاجه لازم اقوي مناعتي. اللي بيميز لي في قلب مالتي فيت انه مجمع لي الزنك مع النحاس زي ما انا شايفه على الشاشه. عشان كده بقول ان قلب مالتي فيت ليه مميزات حلوه جدا ونجاحه يا عظيمه الحقيقه في الري اوردرز. يعني بتبسط جدا لما الناس لما بتكرر ال 95% قبل ما الحبايه تخلص بيرجعوا يعملوا ري اوردرز، وبالعلبه والعلبتين وثلاثه. منافذ البيع عندي معروفه. يعني منافذ البيع معروفه. يا اما من الصيدليات، يا اما الاونلاين اللي عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، يا اما الصفحه اللي عايزين نستفسر اكتر، عندنا صفحه اسمها بايو ناتشرال على الفيسبوك. وبقول للدكاتره الصيادله اللي عايزين يوفروا اي ال بي مالتي فيت في الصيدليه عندهم، عشان عندنا عملاء يقولوا ايه ده يا دكتوره دينا، ده انا ما لقيتوش في الصيدليه اللي جنب بيتي. هيطلع يعني عملنا كمان حل ليهم اللي هو الشركه المتحده للصيدله. طبعا الدكاتره الصيادله عارفين ان الشركه المتحده اللي هم اللي بيوزعوا لهم الادويه بيتصلوا بيها، هو ليه كود كمان. ده كود خاص للصيادله يا جماعه، ده مش اون لاين، يعني ده مش هات لاين لينا، ده للصيادله فقط. اللي عايز يوفر المنتج في الصيدليه بتاعته يكلم الشركه المتحده للصيادله ويدي لهم بس رقم الكود بتاع اي ال بي مالتي فيت، هيوصله للصيدليه بتاعته. طيب انا بقى بصي عايزه اقول لك بقى، بالنسبه للاطفال احنا اتكلمنا قبل كده في النقطه دي اللي هم في سن البلوغ، قلنا احنا ممكن يبداوا ياخدوا، احنا دايما في يمكن كونسبت كده عندنا او حاجه بنربطها ببعض انه اي حاجه تاخدها الحامل، اي حاجه ياخدها الاطفال تبقى هي تمام جدا. ايوه. فانا عايزاكي تاكدي ان الاطفال كمان يقدروا ياخدوا الالفا مالتي فيت، يعني عرفينا بقى الجزئيه دي ومن عمر قد ايه، ولو هم بيتمرنوا الناس اللي بتتمرن. الالفا مالتي فيت بيتاخد من سن 13 سنه، من سن المراهقه. كويس. من سن الشباب يعني، من سن 13 سنه بياخدوه ولغايه اخر العمر، يعني وات ايفر العمر ايه. الجرعه اللي مصرح بيها من هيئه سلامه الغذاء المصريه هي قرص واحد. ما بحبش اكتر في الفيتامينات، ناس تقول لي ايه ده تحفه ده يجنن، ده انا من تاني تالت قرص لقيت نشاط حلو قوي. طب انا ما اخده بقى مره الصبح ومره بالليل، هو ما فيش حاجه اسمها كده يعني. يعني الفيتامينات الجرعه المصرح بيها نمشي عليها. Okay. الناس اللي عايزه تاخد اكتر واخدوا وعملوا تحليل فيتامينات لقوا ديستراكشن رهيب ونزول في النسبه رهيبه، وقتها يستشير الدكتور. اوكي. يبقى محتاجين دعم اضافي مثلا. ممكن اول شهر تاخد مثلا قرصين، ده الدكتور يعني اللي يحدد. مظبوط. مش انا. لكن الجرعه المصرح بيها لكل الناس هي قرص واحد في اليوم. وللحامل نفس القصه. الحامل رائع جدا، برشحه لها جدا. في فوليك اسيد، في فيتامين سي، وفي فيتامين اي، وفي كالسيوم، وفي بيوتين. لكن كونسرني البسيط ان بعد مثلا الشهر الثالث الرابع ممكن الدكتور بتاع اي واحده حامل بتمشي مع دكتور نساء يقول لها دعمي لي بكالسيوم زياده، يعني دعمي لي بكالسيوم زياده، عشان انت عارفه ان الحامل بيبتدي الجنين يتكون وبيحتاج كالسيوم اكتر. أيوة طبعا صح. والمهم اللاكتيتي الست اللي بتولد بقى مفيش حاجه اسمها انا اوقف بقى الفيتامينات. دي مقوله خاطئه، لازم هتمشي على الفا مالتي فيت وتمشي على الاوميجا. والفا مالتي فيت فيه فوليك اسيد
بيدعم جدا الصحه النفسيه. كويس. فدي حاجه مهمه جدا. حد يقول لي طب يا دكتوره دينا مثلا اخده كام شهر يعني تمشي عليه وقت فتره قد ايه؟ انا بقول عليه ديلي روتين، يعني انا مش مستنيه استاخده شهر واوقف، ده ديلي روتين. فيقولوا لي ايه طب ماشي، الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء ملهاش تخزين في الخلايا. طب بالنسبه للكالسيوم مش حلو انه يعلى اكيد. لكن الكالسيوم عندي في قلب مالتي فيت 70 ملي جرام، والبني ادم البالغ محتاج 1000 ملي جرام، والست الحامل محتاجه 1200 ملي جرام. معنى كده ان لا يمكن نسبه الكالسيوم هتزيد لو انا استخدم او يحصل حاجه مشكلة لو انا مشيت على قلب مالتي فيت فتره طويله. القرص يتاخد، محدش يقول لي قبل النوم، لان فيتامين ب هو الداعم للطاقه، هو الداعم للنشاط. فانا بقول يستحسن بعد الفطار بساعه او بنص ساعه، ما تبقاش المعده مليانه قوي، باخده على كوبايه ميه كبيره. لو هتكلم عن عمليات السمنه المفرطه برضو هو قرص واحد على كوبايه ميه كبيره. حلو، نتكلم بقى على اصحاب الامراض المزمنه. عشان نبقى ذكرناهم، يبقى انت قلت لنا على كل مسموح ليهم ومفيش مشكله، امن بالنسبه لهم وما يجراش اي حاجه. اصحاب الامراض المزمنه انا برشح ليهم جدا اي ال بي مالتي فيت او الب مالتي فيت، لان مريض السكر لازم يدعم الاعصاب بفيتامين ب. لو هكلمك على مميزات فيتامين ب، فيتامين ب غير انه بيعلي لي سرعه الحرق، وعلى فكره في يعني في دراسات اثبتت ان حتى فيتامين سي بيحرق الدهون. يعني فيتامين سي بنقول مناعه، بيعزز على امتصاص الحديد عشان نتفادى قصه الانيميا، بيعزز لي انتاج الكولاجين، لان الكولاجين بعد سن 25 سنه بيبتدي ينقص تدريجيا. لا، في دراسات اثبتت انه بيعمل على حرق الدهون. هايل. عندك فيتامين ب مهم جدا لكذا حاجه، للتمثيل الغذائي وتحويل الاكل للطاقه، ومهم جدا لترطيب الجلد. جلدي جاف هجعد بدري بدري، وش هيبتدي فيه الايجنج العجز بدري بدري. عندي كمان داخل اي ال بي مالتي فيت للستات بقول لهم فيتامين ب مهم للترطيب وعدم التشققات، ساعات لما بتلاقيها حوالين البق نتيجه نقص فيتامين ب. وفي ساعات ناس بيحصل لهم كده من التدخين. طبعا التدخين اكيد. عندك كمان فيتامين سي وفيتامين اي، الاثنين بيحموا من اشعه الشمس الضاره. لازم نبقى اذكياء، ناخد الحلو من الشمس ونتفادى الوحش. الوحش بتاع الشمس اشعه الشمس فوق البنفسجيه، الالترا فايلت اي وبي. الحلو بتاع الشمس انه بيعزز لي على فيتامين د. صح. فعندي فيتامين سي وفيتامين اي الاثنين بيعملوا ده. عندي فيتامين اي مهم جدا لانه انتي اوكسيدنت، مهم جدا للستات لتحسين الدوره الدمويه، حتى لتحسين الخصوبه بشكل ما، لانه بينشط لي الدوره الدمويه في المبايض. مهم جدا فيتامين اي لاصحاب الامراض المزمنه زي الكوليسترول، لان الكوليسترول ده دهون بتتاكسد وبتتحول لكوليسترول وتترسب لي على الاوعيه. فالب مالتي فيت بيحسن بنسبه، لكن ليس علاج، لان لازم اخد الدواء الخافض للكوليسترول وداعم بفيتامين اي اللي موجود في اي ال بي مالتي فيت. ما عنديش اي مشكله مع اصحاب الامراض المزمنه، بياخدوه قرص واحد مع الادويه بتاعتهم، لا يتعارض مع اي دواء اطلاقا. والرياضيين يا دندون؟ الرياضيين مهم قوي ان هم يدعموا لو عايزين يزودوا نشاطهم. أوكي. طبعا الرياضيين بياخدوا بروتينات قويه جدا. بقول لهم ان الب مالتي فيت رائع، لان فيتامين بي بيدعم النشاط وبيدعم الاعصاب. هو في مجموعه بي دي هايله بصراحه في حد ذاتها. طبعا امانه، والكوبالامين اللي بينتج لي كرات الدم الحمراء، الكوبالامين لو نقص هيحصل مشكله في الدم. اوكي، فدي حاجه حلوه. هياخدوه امتى الرياضيين؟ بفضل يعني يكون متغدي او يعني واكل وبعديها بساعه. اهم حاجه انه يبقى قبل التمرين بتاعهم بنص ساعه عشان يديهم نشاط كويس وهما بيتمرنوا. وبقول لهم ان الزنك هيبقى مهم ليهم جدا للريلاكسيشن بتاع العضله، ودخلوا فيتامين سي مهم جدا ان هم يزودوا مناعتهم كمان. لو انا بشتغل باي جهاز مش غير معقم وفي بكتيريا الانفكشن، ويا ريت الناس تصور لي شكل العلبه عشان انا ما لهاش بديل. ده مهم جدا. انا سالت كمان على فكره بعد كده كم مره مع بعض، انا سالت قلت اشوف كده ممكن يتقال لي ايه في الصيدليه. ايوه، ففي ناس كانت امينه للامانه، قالوا مفيش بديل ليه، وفي ناس قالوا في حاجه تانية زيه. فسالت قلت له طب مجموعه بي موجوده؟
قال لي لا مش كلها، في منها بي كذا وبي كذا، فعرفت هنا صح. انه فعلا هو مميز بمجموعه بي كومبلكس كلها. بالظبط دي بالزبط. حاجه مهمه بالظبط. هسالك بالنسبه لفتره الصيام، احنا داخلين على ايام يعني مباركه باذن الله في ذو الحجه، في ناس بتصوم التسع ايام الخاصين او العشر ايام الاولى من ذو الحجه، فعايزه اعرف الناس اللي بتصوم دلوقتي او الناس المسيحيين اخواتنا المسيحيين اللي بيبقى ليهم ايام صيام، ناخده امتى بقى يا دينا؟ بناخده بعد الفطار، يعني ناخد وجبتنا بعد الافطار بعد بالزبط. صلاه المغرب، وبعد ساعه من الفطار ناخده مفيش اي مشكله. كويس. واخواتنا المسيحيين بياخدوه الصبح بعد الفطار عادي، بعد الفطار عادي جدا. بالزبط. طيب انا معايا اسئله مشاهدين عايزه اقول لك عليها، علشان برضو ايه دي مهمه بالنسبه لي، انت عارفه انت مميزه باسئله المشاهدين بتوعي. معاكي يا حبيبي. بصي ستي، كريم عادل، انا من وقت للتاني بحس ان جسمي مهدود ومكسر ومش قادر اعمل حاجه، وما بكونش قبلها عامل مجهود او حاجه، هل في تحاليل دورية لازم الواحد يعملها علشان يتأكد انه مناعة قوية؟ الجسم المهدود ومكسر دي بسبب حاجات كتيرة جدا. ما دام ما عنديش مرض بيؤدي الى الخمول، بيبقى ناقص الكوبالامين، ده مهم قوي يا جماعه، اللي هو بينتج لي كرات الدم الحمراء. اوكي. يعمل بس تحليل للسي بي سي وتاكد ان صوره الدم كامله. بيبان فيها بقى، بيبان فيها، ومش بس تحليل يعني انزيمات الكبد والكلى، ما انت عندك برضو مشاكل الكبد. ماشي، ما احنا عايزين نعرفهم، بنقول له ايه عباره عن ايه. بس لو ما عنديش مشاكل ان شاء الله، يعني ان شاء الله لازم اخد فيتامينز. أوكي. لازم الكوبالامين لو قل، اللي هو الفيتامين بي 12 هيديني التعب والخمول، فالب مالتي فيت بيدعم جدا، لانه فيه الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12، وكل عائله فيتامين ب مهمه جدا للنشاط. هياخدوا امتى؟ هياخدوا قرص واحد بعد الفطار، وهيلاقي من تاني تالت مره استخدام هيلاقي نشاط كويس جدا، ما دام برجع اقول ما عنديش مرض يؤدي الى الخمول والكسل. طيب سؤال بقى، هو سؤال اول مره جينا من نوعه، احنا دايما بنقول ايه الشعر يقع، يحصل لنا مثلا تقصف في الاظافر، البشره تبقى شاحبه، اول مره يجي السؤال ده، بس انا بحترم اللي بعتته جدا. نور، يا نور سيد، بتقول ايه بقى؟ رموشي بتقع كتير يا حبيبه قلبي، وحواجبي خفيفه قوي، هل ده له علاقه بالفيتامينات ولا ايه؟ وايه الفيتامينز المفيده للشعر؟ قصة الرموش مهمة قوي، ان لو البنات اللي بيحطوا اللاشز فترات طويلة، اللي هي التركيب الرموش يا جماعة ما تحطوش ده فترات طويلة، في ناس بتحطها دايما. دائما ريحوا شوية بصيلة الرمش. يعني ما تكتموها، لازم الاكسجين يدخل كويس. ومن اسباب الرموش لما ما بتبقى خفيفه ومتساقطه قصه اللاشز دي، لان انا بشوف صحابي كتير يعني بتقعد مش فاكره شهرين وترجع او نوع ماسكارا معين، وهي ما بتحطش الزيت او الكريم الاول علشان تطريها، دي حاجه. طب واللي ما عندوش المشكله دي؟ فيتامين البيوتين. البيوتين والفوليك اسيد والكوبالامين. الثلاثه دول والزنك، يعني هتاخد الف مالتي فيت. أيوة. هتاخد الف مالتي فيت. دي اهم فيتامينات فيتامين وحتى للشعر طبعا. طب تحس بتحسن بعد قد ايه هي المفروض؟ لا يعني انا بتكلم عن نشاط على طول اون ذا سبوت، لكن أوكي. الشعر يا عظيمه بياخد وقت مينيمم 6 شهور. مش قوي. لا بياخد ساعات مع بعض الناس، خلينا نقول بالكتير عشان بيبقى في الاقل يبقى احسن. بالظبط. خلينا ندي بس انا ممكن اطمنهم اهم من حاجه بعد شهرين كده، ممكن يحسوا من بعد شهرين او من بعد شهر ونص. اهم حاجه الاستمراريه، انه ما يفوتش ايام معينه. بالزبط. ما يبقاش فيه عدم انتظام. بالظبط. طيب بالزبط. ده هايل جدا. وطبعا انا شايفه الب مالتي فيت على الشاشه، العبوه 3 شرايط، العبوه بتكفي شهر. كويس. السعر رائع جدا، مناسب للجميع بلا استثناء. ودي الارقام؟ الارقام دي؟ ايوه بالظبط، دي ارقام شركه باي ناتشرال. كلمونا عن طريق الارقام، هتعرفوا السعر. عايزين تعملوا اوردر من الشركه تمام، عايزين تعملوا اوردر من الصيدليات، يعني قرار بيبقى راجع للساده العملاء اللي هم عايزينه. هنزل تاني هننزل بقى اخر حاجه، اللي هو رقم الصيادله الكود اللي بيتطلبه من خلاله. بالزبط. علشان برضو يبقى احنا لبينا كل. انا بشكر طبعا الشركه اولا، وبجد بشكرك يا دينا بامانه، لانه يعني ايه احتياجات الناس مهمه فبتحطوها في الاعتبار، اسئله الناس مهمه فبتحطوها في الاعتبار. طبعا. انا بصراحه ده شيء يعني اسعدني، خصوصا ان الواحد لما بيجي يتكلم عن حاجه بيتكلم عن حاجه موثوق فيها، مرخصه موجوده في الصيدليه، لاقيه فيها كل الحاجات اللي انا محتاجاها. فانا لما هدعم ده في كبسوله واحده او في قرص واحد، انا هبقى مستريحه نفسيا ان انا اخد من كذا نوع فيتامين. ده بيبقى صح. ساعات غصب عني بسقط اكيد حاجات طبعا، ففي السكه اكيد ما بنبقاش قوي يعني، لكن
دي حاجة جميلة طبعا يعني. وبشكر كل شركة بتعمل منتج عارفة اللي هو ايه، دايما يتفادى فيه حاجات ما عملهاش الآخرين، فدي حاجة جميلة. أنا بجد سعيدة جدا وسعيدة إن أنت بيجيلي دايما بحاجات يعني الواحد سعيدة بيعرضها هو مبسوط ومرتاح نفسيا. وأنا سعيدة إن أنا معاكي، وسعيدة حبيبتي في القناة اللي بحبها جدا جدا وبعتز بيها، قناة الأهلي حبيبتي، وسعيدة إن أنا شغالة في شركة محترمة زي شركة بايوناتشرال حبيبتي يا دندون. أنت بجد بتنوريني وبتشرفيني، وأرجو إن أنا أكون الأسئلة اللي حضراتكم بعتوها، معلش إحنا آسفين إذا ما قدرناش ناخد كل الأسئلة، لأنه في أصدقاء لينا كانوا عايزين يعرفوا أكتر عن المنتج. فأوعدكم إن شاء الله يعني الحلقه الجايه مع دكتور دينا هنقول بقيه الاسئله كلها، مش ناسيين حضراتكم ابدا. واسمحوا لنا طبعا يعني نشكر حضراتكم على حسن المتابعه، واشكر ضيفتي اللي شرفتني النهارده ونورتني دكتور دينا ابو السعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشر، نورتيني وشرفتيني حبيبتي عظيمه تسلمين. وبشكر حضراتكم لحسن المتابعه، اتمنى اكون يا رب يعني قدمت حاجه مفيده لحضراتكم. ومن هنا الحلقه جديده، اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، و السلام عليكم.